السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الأول كنت خدمت معكم يعني جوج مراحل، الطرز زهرة التوليب بالطرز اليدوي. اليوم إن شاء الله غادي ننتقل للمرحلة الموالية لعمل هاد الزهرة هادي. لصراحة الشكل ديالها تيجي رائع. أول شيء غادي ندخل البرة ديالي، لاحظوا مزيان كيف ما تلاحظوا في التحت ديال الزهرة عملت تموجات، عندي هنا أربعة ديال التموجات. غادي نحاول ندخل البرة ديالي في الراس ديال التموج الأول، لاحظوا مزيان غادي نجيب الحرير ونعاود ندخل البرة في النهاية ديال التموج الأول، لاحظوا مزيان هاد التموج هادي يعني في النهاية ديالو غادي ندخل البرة ونخرجها في الراس بهذا الشكل هذا. اللي قلت لكم هنا من الأحسن أنكم تستعملوا البرة رقم 7 أو 8 باش يجيكم الطرز سهل. من بعد لاحظوا مزيان غادي نبقى نعمل معوقات على البرة ديالي، مرة على اليمين ومرة على الشمال بهذا الشكل هذا، لاحظوا يعني بالتناوب. نخدم معكم بشوية باش تفهموا، لاحظوا مزيان غير بشوية، مرة على اليمين مرة تندورو الخيط على اليسار بهذا الشكل هذا، يعني تنخدموا القياس ديال الطول ديال التموج ديالنا. من بعد ما تنخدم الطول اللي بغيت يعني الطول ديال القياس ديال العريش او هاد القوس اللي عندي من تحت او هاد الكاس ديال كما تنقولوا له الكاس ديال الزهره، تنحاول نجبد البرا او نسحب البرا بشويه، لاحظوا مزيان يعني تنحصل على عقد. وندخل البرة ديالي في المكان فين دخلتها ثاني مرة بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نخرج البرا في المنتصف ديال الكاس الاول، يعني هذا تيتعتبر كاس، يعني هنايا عندي 4 ديال الاجزاء 4 الكؤوس، يعني غادي ندخل البرا في المنتصف ديال الكاس الاول بهذا الشكل هذا. وندخلها في النهايه ديال الكاس الثاني، النهايه ديال الكاس الثاني. نسحب البرا ولكن ما غاديش نخرجها كاملة، غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة، الطريقة تكون واضحة في الفيديو، يعني راح حاولت نخدم معكم بالتفصيل الممل. نخليكم مع الفيديو.